هذا الطريق من تزنيت الى وانت رايح على موريتانيا، تجاه العيون والداخلة والقرقارات، ما ادري الكركارات، يعني طريق الى الان يعني في حياة وخضرة كذا، لكن اكيد قدام حنبدا ترى الكبرى. صباح درجة الحرارة 30 درجة مئوية. واحد كذا مستفتح ومستمتع بالناس راح أعمالها ساعة لسه قبل 9 بشوية. الأماكن ذي فيها نخيل، تقريبا راح أطلع الآن مرتفعات، شوف في انعطافات، في بعد 9 كيلو في ملف يمين أمسك اتجاه آخر، قرية صغيرة كذا ما أدري إيش اسمها حقيقة، لا في لوحات ولا، ولكن أماكن حلوة كذا مع الصباح الواحد يشوف كيف الناس في بقاع الأرض، كيف كل مين كيف عايش، كيف عاداته، كيف تقاليده وكذا. حتى وانت عابر كذا تشوف مثلا الناس جالسين على جنب كذا كبار في السن، احنا نقول ايش، مبشكين جالسين كذا. ايوه شوف العيون 593، اوه قريب 600 كيلو، يعني قريب 600 كيلو اليوم راح نمشي ان شاء الله باذن الله تعالى. بالفعل هذه منعطفات وجبال وطريق فيه شاحنات في كذا، يبغاله يقظه حقيقه. هنا فاضي بس قابلني شاحنات وزحمة يعني شوية. شوف هناك طالعين، احنا طالعين فوق الخيل، وفوق الخيل فوق الخيل. ايوة انتبه يا سحس، خلي بالك كفرات الأوفرود هذه ما هي لهذه الدرجة في الكرفات. البارح مبيت في تزنيت، فكذا جاء على بالي زي في اللايف اللي في ألمانيا كذا، جاء على بالي أعمل لايف، قلت خليني أسولف معاكم. يا سلام شوف القرية ذي تحت، بس فتح عينك قدام يا حسين، أحسن أحسن بكتير. الله الله الله، فين يا أبوي خارطها كذا جاي من فوق على مهلك. أنا النزول زي ذا لو أنزل بسيارة ولا بدباب أنزل في بنمرة عشان لا أحرق الرحمات الفرامل ولا دحدر السيارة والدباب بنمرة. في شغل هنا في الطريق، ان شاء الله ما تكون مسافة بعيدة، لانه هذه الوقف المشي البطيء والشغل اللي في الطرق وده يأخر الواحد، يعني ما تقدر تمشي على مستمر وتضطر توقف احيانا وكذا. قد قال لي واحد والله في شغل في الطريق، واحد مغربي قابلته محطة قال انه جاء من هنا وفي شغل. يلا
لسه قدام برضو، لسه لسه. خليني أشوف المحطة، أنا عندي يعني في بنزين بس أبغى أسألهم عن فين في محطات قدام متقاربة بعيدة قريبة. السلام عليكم، المحطات متوفرة قدام؟ محطات البنزين؟ البنزين هذه؟ لا لا قدام في؟ قدام قدام. السلام عليكم، محطات البنزين متوفرة قدام؟ موجودة موجودة. بعد 100 200 موجودة. شكرا لك. ايش اسم المكان هذا؟ رصاص. ها؟ رصاص. ها؟ رصاص. الاسطاس؟ رصاص. الاسطاس؟ تكساس، حريق تكساس. اه تكساس. آه. لا لا القرية هذه كلها. رصاص. اه اوكي شكرا لك. والله ما فهمت، يمكن عشان حاطة السدادات كأنه يقول تقصاص تقصاص، يقول لي بحال تقصاص يعني زي تكساس تكساس. المهم انه يعني بس عشان اعرف انه متوفر المحطات. ايش بهم يروحوا يسار ذولي؟ يلا لسه قدامي تقريبا شوية كذا كم كيلو. بعد المرتفعات اللي شفته هذه مشيت فيها والله يعني يمكن 20 كيلو أكثر أقل، طريق ضيق مسار واحد رايح جاي مرتفعات. نزلت على هذا اسم المكان أو القرية هذه اسمها بوزكران يمكن بوزكران. شفت أنا كذا لوحة طيب، ومن هنا الطريق انعطف يمين من داخل هذه المنطقة إلى هذا. اليوم جمعة، شوف هذا سوق الجمعة تقريبا عندهم هنا في هذه القرية الصغيرة. بسم الله. قدامي بوابة تقريبا، هذه مدينة قلميم بس ما هم كاتبين ولا شيء، بس الأمن الوطني. هذه قلميم، قلميم هذه قلميم، ما هم كاتبين انها قلميم ولا شيء. من وسط المدينة من قلميم تتعدى، ما الطريق يعبر منها من وسط المدينة. هذا هو اللوكيشن يمين من هنا تقريبا. طيب الإشارة خضراء ليه واقفين؟ شوف هذا وادي ولكنه جاف، في شوية مية لحسة كده ولا سلتة ولا ما أدري شيء. المهم أنا من أول ماشي وساكت وساكت يا أخي. هذه لما المشوار لما يكون 600 كيلو 500 700 كيلو يمر بقرى، يمر هو في متعة تتفرج على الناس زي كذا وتشوف كيف هذا رايح وذا جاي والورش كيف شكلها زي هنا والحلات والأخونا ذا شوف كيف حمل، فخبرة تشوف كيف. لكن برضو ياخذ منك وقت في الوصول الى المدينه والهدف اللي انت راسمه اليوم. يعني هذا مثلا العيون، العيون اللي الرسم ما ادري ايش فيها خيالك.
هذا ايش عنده ده؟ عنده قهوة ها؟ والله ليلى نسولف مع الراجل الطيب ده. السلام عليكم. وقفت هنا في قلميم، طبعا في الجنوب، انا في جنوب المغرب الان. كنت داخل المباني هناك، الخط هذا هو خط السفر، يدخل من داخل المدينة، ووجدت الرجال الطيب هذا وعنده قهوة كحلة. بس قهوة كحلة عندك؟ ما في غيرها. فقلت له قهوة كحلة مع راجل أكحل تصلح يعني. وبعد فنجان القهوة الكحلة ها من فمك يا كحلة أحلى، وبعد الفنجال علوم الرجال، أنا وأخوي من المغرب جلسنا نسولف، فنغادر مدينة قلميم في اتجاه العيون والداخلة. قبل شوية تعدوا وأنا أتقهوى اثنين دبابات، أنا ما شفت واحد منها، هو أشر لي بس شفت الثاني. سلام عليكم. سلام من ربا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، قيل معالم التاريخ دكت وقيل أصابها تلف وحرق. شوف زميلنا هذا على دباب يا زمل، برضه لابس خودة ما شاء الله عليه، وغيمت الدنيا ولبس المطر مخشوش في الشنطة، لكن خليها تمطر ساعة الآن 10:30، درجة الحرارة 23. حلو. والطريق قدامك يا حسين، بس ما أدري كويس لو استمر كذا عشان الواحد يقدر يمشي شوية. باقي 435 كيلو تقريبا على الوجهة اللي هي العيون الكحيلة. شوف الجمال ما شاء الله، قطعت الطريق ما لحقت اصورها، كانت من هنا لهنا، جات من هنا الى هنا. كويس انه نهار والواحد يشوف. ونهاركم سعيد. شوف هذا على بسكليت. السلام عليكم. خلينا يرفع معنوياتي وارفع معنوياته. السلام عليكم. لا باس عليك، بخير؟ انا اخوك حسين حلواني. وين رايح؟ طنطان. ولكن تسافر على البيكالة؟ وين تروح؟ الاسم الكريم ابو القاسم من أقادير. أنا اسمي حسين حلواني من المدينة المنورة. نعم، أنا جاي من السعودية على الموتور. ها؟ أيوة، يمكن أنا حسين حلواني. كان تعرف قبل ثلاثة شهور أو أربعة، في شهر شعبان، عملت رحلة على البيكالة من رواندا كيغالي إلى عاصمة أوغندا كامبالا. بس مشيت 400 كيلو، في آخر 100 كيلو انكسر عندي أوروبا بالموتور. مشي بالدراجة؟ لا، في ياسين. تعرف ياسين غلام؟ ياسين غلام. كاين واحد آخر سعودي داير بالدراجة ودار أفريقيا بالموتور. ممكن عمر العمير كان هنا، هو رجع الآن بالموتور. لكن أنا من زمان بالموتور، يعني رحت من السعودية إلى جنوب أفريقيا. لنا ها عندي قناة. أنت عندك قناة؟ ما عندك. شوف هذول من الناس المجهولين، يعني ما شاء الله ما يهتموا بالسوشيال ميديا زينا، ومعاه فراشه وخيمته، تنام تنعس في الطريق، تنعس هنا تنعس. الحمد لله. طيب كيف نتواصل انا وانت؟ اعطيني رقم الهاتف.
لابد انه نتواصل معك. انا رايح السنغال وراجع ان شاء الله. دراج، انا اعطيك رقمي الان. حسين حلواني. نعم، وان شاء الله. وعندي القناة على اليوتيوب حسين حلواني، بالعربية بالانجليزية راح تجد القناة وتجد الرحلات فيها. ونراك على خير. متى تتوقع تصل لطنطان؟ كم كيلو هو؟ 141. تمام، ما شاء الله تبارك الله. يلا السلام عليكم. بابا واحد اخ من الجزائر ما تعرفوش، الاطرس قدام في نواكشوط ان شاء الله. في نواكشوط، يلا ان شاء الله. صلاح الاطرش. صلاح الاطرش كان عندي ضيف هذا اليمن، هو الان في موريتانيا. ما شاء الله تبارك الله. صلاح الأطرش. خلاص إن شاء الله. وأنا خلاص، وأنا أخوك حسين حلواني في رعاية الله. أدعي لي دعواتك، وإياك وإياك إن شاء الله، ولك مثل ما دعوت لي به. السلام عليكم. شوف شوف الوقفات هذه زي كذا، لا تحسب انها يعني عابرة كما يعني تراها سطحيا كذا، لا، تترك اثر في النفس. هذا قرية على الطريق يبيعوا البرشومي، التين الشوكي. رجعنا في مرتفعات ومنخفضات. الطريق إلى داكار. كذا كأني نازل مع صحراء النقب الأردن. في نزول زي كذا يشبه لهذا. هذه بالفعل مدينة طنطان، برضو الطريق يدخل من داخل المدينة. في اتجاه العيون إن شاء الله. وقفة هنا في هذه المنطقة، يعني خرجت من طنطان. هذه محطة أقدال اسمه المحل هذا، أقدال بعد طنطان. شوف في هناك دراجين كل واحد معاه رديف، شكلهم من أوروبا جايين. وأشرب لي فنجال شاهي آتاي ونمشي إن شاء الله. لازم بالرزة. ها، شوف المحيط كيف الأطلسي، الأطلس يا ولد. حجار والله، هنا حجار 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 يا حسين. شوف كيف، يا سلام، روعة كده.
الطريق حجار. يا سلام، شوف المنظر بالله كيف، ما أجمل المنظر. الله، صورة هذا الطريق. شوف البحر هنا في ذا الاتجاه، شوف الكوبري ذا كيف، كوبري هذا كبير، كوبري كبير يا ابن يا كوبري مرتفع شاهق، وفي كوبري اصغر منه الظاهر هذا جديد بيسوي الطريق من هناك، عشان البحر تقريبا اذا فاض يجي من هنا. الساعة تقريبا الساعة 2:45 الآن هنا في المغرب، الجو بارد في هذا المكان 20-23، وإحنا في شهر 8 أغسطس، يعني حاجة طيبة. شو المحيط هناك، شوف الباين الموية تجي لين هنا، شوف الصخور كيف، هذا شبه واقف طلوع، يلا يطلع الآن تطلع هنا البحر، شوف المحيط، شوف المنظر كيف، المحيط هناك قدامك. سلام، من هنا في طلعة كذا تطلع من هنا على تروح على الشاطئ. الناس مخيمين بكثرة على البحر، بكثرة الخيام ورا وقدام، ما أدري هل هم يعني على طول ساكنين هنا ولا كأنهم ساكنين هنا. وبدأ شغل الصحراء. في تخيل ضباب يعني مع البحر، البخار الماء هذا الخفيف كذا اللي، والرمال تقريبا. وصلت العيون، وهذول إيطاليين من أول كانوا سابقيني ووراي وقدامي الآن، يقولوا يبغوا بعد العيون بعشرين كيلو أو 30 كيلو، يبغوا ينتظروا هناك اثنين، كل واحد مع زوجته أو فرايحين برضو داكار. هلا هذه مدينة العيون، هذا وسط البلد في العيون. بشوف لي فندق كذا والله
في هناك إقامة فلاديميرو أريانو، هذا تصلح للإيطاليين، سيبتهم هناك الله يصوروا. بس هذه الإقامة ما فيهاش مكان عشان وقف البتاع الدبار. طيب خلينا نشوف كذا الوضع كيف. لحقت الجماعة الإيطاليين وإحنا خارجين من هنا من العيون برضو وقفونا، هذه ثالث مرة يأخذوا الجوازات وتفتيش. هواء جانبي شديد، شوف شوف كيف الرمال تسحب، الرمال يحذروا منها، يقول لك انتبه رمال زاحفة. الدباب يلعب يمين وسار، شوف لو تلاحظ الدباب اللي قدامي هذا الجيس 1200 مايل وراه رديف ومعاه أغراض، يمكن يكون معاه رديف أحسن أثقل الدباب. بعد العيون على طول بعشرين كيلو دخلنا هذه المدينة، برضو ميناء العيون كاتبين هنا المرسى اسم المكان ولا. فالحاصل نبغى نشوف لنا هنا فندق، هذا الهوتيل والله حلو ذا شكله، ايوه هم اظن حاطين عليه الجماعة ذولي. وهنا في فندق، فندق المرسى يمكن هو يعني المرسى. المرسى المرسى الجنزير مليان رمل، كان نسيت اصور، رحت جبت الكاميرا هنا، هذا كان مليان رمل، شوف لحد الان شوف الرمل شوف كان مليان رمل بس نظفته بالكحول لو تذكر اللي اشتريته ذا عشان اولع فيه الموقد، نفع هنا نظفته بس باقي برضو انظف. مليان رمل جنزير، لسه قدامك مشوار طويل، بس كنا ننظف بدام احنا واقفين هنا.